حياكم الله وين ما كنتوا تابعونا عبر تلفزيون الراي في حلقة جديدة من برنامجكم مسائي بيت العمر وكيفية اختيارنا لبيت العمر وبناء وأهم النصائح مع المستشار في المجلس البلدي المهندس عبد اللطيف ناصر الأستاذ. وأيضا عندنا اليوم في مسائي فقرة الأطفاء الأسبوعية، وأيضا راح يكون عندنا إن شاء الله أثناء اللقاء صور نعرضها يعني للبيوت وطريقة تصميمها وغيرها من هذه الأمور. باب الاتصالات إن شاء الله مفتوح للمداخلات، واللي حاب أنه يستفسر عن موضوعنا اليوم، عن الكلام اللي راح نقوله بخصوص بيت العمر. موضوعنا اليوم هو موضوع مهم جدا، يهم شريحة كبيرة من المجتمع، وهو عن كيفية البناء واختيار بيت العمر، وشلون نتجنب المشاكل الناتجة عن هذا الموضوع، واختيار المقاول اللي هي يعني هو الهم الأكبر، والمواد السليمة في ظل مبلغ المال المتوفر خصوصا للمقبلين على الحياة الزوجية واللي ينتظرون دورهم للحصول على أرض وقرض أو بيت الحكومة. كل هذا راح نتعرف عليه مع ضيفنا المستشار في المجلس البلدي المستشار الهندسي مهندس عبد اللطيف الأستاذ. طبعا نمسي عليك بالخير واحنا نتشرف فيك. أهلا، هذا مو أول لقاء لي وياك، وأنا أتشرف يعني بلقاءاتي وياك اللي ما تحمله من أهمية في هذا الموضوع، الهم الأكبر بيت العمر، الهم الأكبر بالنسبة حق المواطن، شلون نسكن ومتنسكن غير اللي قاعد ينتظرون الحين في قائمة الانتظار. يعني كل واحد يتخيل بيته وتخيل شلون يبني. نسمع عن شكاوي وايد، نسمع عن شكاوي على المقاولين، حتى على الحارس نسمع عنه شكاوي اللي قاعد يحرس مكان البيت في تشييده، ممكن انه يبوقه بعد. كثير من الاسئله. لكن لما نختار ارض للبناء حق بيت العمر هذا، شلون نختارها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اشكركم على مقابلتي، اتمنى لبرنامجكم التوفيق. وياك إن شاء الله. بالنسبة للأرض، أنا دائما أقول في أرض تقدر تجهزها وما تكلفك، وفي أرض تكلفك في عملية التجهيز، بس أهم شيء بأنك تبتعد من الأرض اللي أصلها فيها ردم مردومة، لأن إحنا مو عارفين شنو نوع الردم، يمكن مواد عضوية تتحلل تحت الأرض وبعدين تطلع منها غازات سامة مثل غاز الميثان. نعم. وكذلك الأرض تصير ضعيفة ما تتحمل ثقل المبنى، ابتعد عنها. وكذلك في أراضي إنزين القريبة من البحر. نعم. قد تظهر فيها مياه جوفية، وهذه عملية مكلفة لامتصاص هذه المياه الجوفية وطردها من الأرض. نعم. في أراضي لا، ما غير مكلفة إلا ما تطلع فيها المياه الجوفية. ممتاز. هذه. طيب بهبة، الحين لما نفكر باختيار الأرض هذه، يعني لا طبنا ولا غدا شر، إذا طالع لي أنا مثلاً أرض وقرض واخترت المكان المناسب اللي أشوفه، يعني في ناس وايد يقول لك هذا المكان قريب وغيره من هالأمور، ما راح يكون بيدي، لازم أعالج التربة علشان أسكن. وهو شلون؟ أول شيء يأخذون منها القسيمة عينة من التربة. نعم. وتأخذ إلى المختبر لإجراء التجارب عليها، ويتأكدون شنو نوعية الطبقات الأرض، وبعدين على أي عمق يمكن عمل القواعد، وإذا في مياه جوفية يجب التقلب عليها. ولكن هذه مكلفة أكيد يعني. طبعا مكلفة، لأن مياه الجوفية إذا ظهرت وامتصيت المياه الجوفية طبعا الأرض بتضعف. من هني في طريقة يطلق عليها اللبشة، وهو سجاد مسلح على الأرض لتقوية الأرض ولحمل ثقل المبنى. ممتاز. أنزين، هذا بالنسبة حق اللي يبي يبني ويختار الأرض اللي يبني عليها. ايه؟ بالنسبة حق النصايح حق اللي هدم بيته أو هدم بيت قديم. إيه؟ موجود ملكه يبي يهدمه، يبي يرمم مرة ثانية أو يبني في هالمكان، شو تقول له؟ بالنسبة للهدم يجب أن يختار مقاول هدم مرخص من البلدية، عنده رخصة. نعم. وثانيا مع الأسف أنا قاعد أشوف بعض المقاولين يزاولون هذه المهنة، يقنع المالك يقول له أنا أهدم لك بدون لا تروح البلدية، تطلع تأمين وتسوي لك إجراءات ورخصة. لا، يوم الجمعة
أهدم لك يوم السبت أشيل لك كل شيء، ماكو مراقبين. لا، المراقبين موجودين دائما، لا يعني يكذبون عليكم ويقولون لكم كذي. يا ما صارت حوادث في عملية الهدم زين، وهذا المقاول يمكن على البركة اشتغل، ويجب بأن تكون عملية الهدم تحت استشارة مهندس من مكتب هندسي. يعني لازم أخذ إذن أول شيء قبل لا أسوي أي شيء، قبل لا أهدم. رخصة وإذن زين، وبعدين يجب أن تكون تحت استشارة مهندس من مكتب هندسي. نعم، بالنسبة حق اختيار المكتب الهندسي، بما أنك أنت تكلمت عنه واختيار المقاول، الناس يسألون يقولون طريقة التعامل مع المقاول شلون صايرة؟ هل أني مثلا أروح حق المقاول أكلمه يعني بشروط معينة، بعقد معين، ولا أني أنا أتعامل بمقاول مباشرة من خلال المكتب الهندسي؟ هل في شروط معينة بيني وبين المقاول تقيده، تلزمه في مبلغ معين، شروط معينة جزائية؟ احنا عندنا نقطتين في عملية البناء. اول شيء المكتب الهندسي، يجب اختيار المكتب الهندسي اللي خبرته لا تقل عن 5 سنوات. خلال هذه 5 سنوات هذا المكتب عرف شنو يمكن صادفته مشاكل ووضع وعرف الحلول لها. زين، المكتب الهندسي دائما انصح المواطنين خاصة الزوج يقعد مع زوجته ويكتب الطلبات بالبيت، وبعدين يروح المكتب الهندسي ويقدم الطلبات بالمكتب الهندسي. بعدين المكتب الهندسي طبعا في يمر في عمل مخطط مبدئي يطلق عليه كروكي، كروكي أول، كروكي ثاني، كروكي ثالث، بعد التعديلات ممتاز. يمكن عمل المخطط. بعدين أنت يا المالك تجهز عندك المخطط ورخصة البناء، هني تبحث عن المقاول. المقاولة في، أنا يأسفني وأحذر الناس، لا تتفقون مع المقاول في عقد الاتفاق إلى المفتاح. لا، خلي العقد على جزئين، عقد الأسود هيكل لفترة زمنية أنت تتفق ما بين 3 أشهر إلى 4 أشهر إنزين لعمل الهيكل الأسود. بعدين إذا شفت المقاول ما يتأخر وزين قبل الانتهاء لهذا العقد بأسبوع، تقدر تسوي عقد آخر إلى المفتاح، التشطيبات النهائية. يعني أسوي عقدين لك. أسوي عقدين، أول عقد وبعدين لما قبل الانتهاء أسوي عقد ثاني. عقد البداية العقد الأول للهيكل الأسود والعقد الثاني للمفتاح. أي ليش أنا أسوي هالخطوة هذه؟ لا، أسوي أول شيء هذه وبعدين أسوي هذه، مو مع بعض سويهم. يعني أنا أول شيء أتفق معه على الهيكل على الأسود، أنت خلاص سلمت أنا مبلغه وسلمت كل شيء. أنا أشوف قصدك، أشوف شغله وطريقة تعامله معي، هذا قصدك من العقد واتفاقك. أنت ما تسلم له المبلغ كله، لا، في جدول دفعات في عقد الاتفاق، في جدول دفعات يقول لك أنا بداية توقيع العقد تدفع لي هالكثر، بعدين المرحلة الأولى إذا خلصتها تدفع لي هالكثر، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة، لعملية التشطيب، يعني وين أنت متفق معه. ممتاز كذي. ممتاز. بس في المقاولة أنا دائما أقول في مقاول بالباطن يجب الابتعاد عنه، لأن هذا النوع من المقاولين تلقاه بالشارع، وهذا أصله يا أما صباق أو نجار أو حداد أو الحارس، وهذا إذا اشتغل ببيتك وظهرت عنده مشكلة هندسية إنشائية تدور ربعنا ما تلقاهم منحاشين. زين، من هني أنصحك بأنك تختار مقاول يعمل عند شركة مقاولات، على أن تكون شركة المقاولات مصنفة من بلدية الكويت. التصنيف يمر بنقطتين، أول شيء في تصنيف ألف وباء وجيم للبناء الكامل، أما التصنيف الثاني الأخير وهو تصنيف دال للترميم والزيادة.
ليش صار ألف وباء وجيم؟ هذا بناء على الخبرة. احنا معك من هني. نعم. أنت تختار المقاول، سأل عن شهادة التصنيف. نعم. ما فيها شيء. نعم. زين أنت الحين عندك المقاولين، زين يا أما أنت تتفق معاه في عقد الاتفاق، زين مصنعية يعني شغل إيده بدون مواد، أنت تجيب المواد، إذا لك خلق تجيب المواد تقدر توفر. وبعدين في نقطة ثانية، عقد الاتفاق يمكن أنت تتفق معاه بأن مصنعية يعني شغل إيده زائد المواد، وهو المقاول يجيب المواد. نقطة المقاول هذه بهبة وايد وايد مهمة، ولكن احنا بنتكلم اكثر عن طريقة الشروط وتطبيقها. وبعدين في شغلة احنا دائما يعني متعودين عليها هني بالديرة بالدواوين، كل واحد خبير ما شاء الله، كل واحد مهندس، كل واحد مهندس وكل واحد يفتي لك فتوى مو طبيعية. بعد الفاصل ابيك تسولف لي عن هذين ان شاء الله. نطلع فاصل مشاهدينا. رجعنا وياكم لبيت العمر اللي شاغل الكل، وتكلمنا قبل الفاصل ان في ناس وايد ما شاء الله يدعون الخبره وعندهم فتاوي مو طبيعيه، تقعد بالدواوين كل واحد يفتي لك فتوى وسو كذي ولا تسوي كذي وهالامور هذه وتمشي، وفي ناس يمشون على هالكلام، شو تقول عنهم؟ الطامه الكبرى لما ناطر الزوج يمكن 15 سنه أي. وبعدين يجي وقت القرعه يروح وأهله ناطرينه حق يخبرهم، زين العيال الزوجة ناطرين التلفون يرجع حق يقولهم ترى حصلت أنا في هالموقع في القرعة وكذي وهذا. ممتاز. لا هو لما تطلع القرعة ويقولوا له قسيمتك هني، وين يروح؟ ما يروح حق أهله، يروح حق أهل الديوانية. زين يروح يخبر أهل الديوانية، أهلك ناطرينك. لا يروح يخبر أهل الديوانية، وأهل الديوانية زين ما تشوفهم إلا تعال 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 حياك، إلا من بعيد كانوا الأول يسلمون عليك، الحين سمعوا أي. أنت تعال تقول له نعم إيش تبي؟ تعال إحنا نقول لك شلون تبني شلون أنا إيش دراني أنتم تعرفون؟ لا إحنا نعرف. أنا أحذر الناس يا إخواني، أحذركم حطوا بالكم، تبي تاخذ النصيحة اخذها من ناس مختصين. اكيد مو تاخذ من ناس بس يقول لك سو كذي سو كذي، واذا سويت وطحت بداهية تروح له تقول له انا سويت بس طحت بداهية، شو يقول لك؟ يقول لك والله ما حد طاقك على يدك، وهذه غلط. اي اكيد. اسألنا. انا في هذه المناسبة احب انوه باني استقبل المواطنين كل يوم أحد وثلاثاء في المجلس البلدي، إنزين من الساعة 11:30 إلى الساعة 1 ظهرا. ممتاز. بس من كثر الناس قمت أخليها من الساعة 9. ما شاء الله. إنزين. نعم. لأني أنا ولد هذا البلد لخدمة هذا البلد. أكيد. والناس يعني هم بعد ناطرة، عندنا باب الاتصالات مفتوح يا جماعة اللي حاب إنه يتواصل معانا، المخرج أكيد حط لكم الأرقام. مداخلتك إن شاء الله تكون باختصار عشان نقدر نستفيد من الأستاذ عبد اللطيف الأستاذ. نعم موجود على الهواء ويانا. الحين إحنا نبي نفرق ما بين المهندس المعماري والمهندس الإنشائي. المهندس المعماري هو اللي يترجم طلباتك في المساحات وشكل البيت من الداخل ومن الخارج، وعنده رؤية فنية إنزين يزودك إياها في عمل الديكورات شكل البيت وكل شيء. أما المهندس الإنشائي ويطلق عليه المهندس المدني، وهو اللي يحسب الكميات ويعمل جدول الحديد وكذلك يصمم القواعد والأعمدة والأسقف والإشراف على المبنى. نعم. طيب الحين معانا ام محمد ويانا الهواء. هلا ام محمد تفضلي. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يعطيكم العافيه على البرنامج. يعافيك الله يسلمك. بغيت اقول ان في صدى. نعم.
بغيت اقول عن كنا يتحكي عني اليوم هذا. تفضلي قولي بس باختصار مداخلتك يعني بشكل مباشر. عندنا السطح صبوه بس يعني في شكل شلخ الخرسانه. نعم. يعني كم وحده فيها خرسانه يعني شلخ شلخ يعني شلون عالجه؟ نعم. شلخ يعني تقريبا يعني خفيف بس ممتاز. يعني ان شاء الله يعني نعم. عميق شويه بس يعني كم وحده مو وحده ولا ثنتين يعني كم وحده كل يعني الحمام عندك تكرم مو مسوي ساقط ماشي وصلت المعلومه يعني عندك المقاول سوى مشكله عندك في السطح يعطيك العافيه عندي نعم. ابو محمد بعد ايه حياك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هلا مساك الله بالخير مساك الله بالنور الكرامه يا هلا مسي عليك ومسي على ضيفك الله يسلمك مساك الله بالخير بغيت اقول حق ضيف الكريم بخصوص أسعار مكاتب الإشرافية نعم الحين الأسعار قاعد ترتفع والمكاتب قاعد ترفع سعر الإشراف نعم الإشراف على البناية قصدك اي قبل كانت الأسعار يعني معقولة والحين الأسعار بالآلي ارتفعت بخصوص زيادة ال نعم مواد البناء قصدك زيادة الأراضي لا 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 الحين بخصوص إن شو اسمه بنك التسريب راح يعطي 100,000 على 30,000 اللي راح تي نعم والآن الأسعار ارتفعت بالنسبة للمكاتب الإشراف قبل كانت على 850 1050 الآن 1600 يعني نعم. ما في تقييد يعني يساعدون نعم. المواطنين الناس المقبلة على بنيان واضح 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 اتمنى الزيادة 30,000 اللي راح يعطونها حق المواطنين تكون نعم. دعم التكييف دعم المواد الصحية نعم لازم يكون في رقابة على مكاتب الإشراف هذه يعطيك العافية أبو محمد ننتقل حق فيصل بشكل سريع فيصل يعني بشكل مباشر تقول مداخلتك حياك الله الله يعطيك العافيه يعافيك طال عمرك يعطيكم العافيه نشكر ضيفنا الكريم الله يسلمك سؤالنا بس خفيف على شركات المقاولات صراحه انا ببني ومو عارف محتار اسمع الناس وسوالف وايده فابي ان مجال بالبلديه في ناس درجات اقدر اخذ اسامي الشركات بدون ذكر اسامي يعني اقدر اراجع هناك واقبل اسامي ممكن ايه تقدر تراجعه في كل نعم. احد وثلاثه الاستاذ عبد اللطيف الاستاذ يكون موجود ويعطيك نعم. الاستشارات كلها ويعطيك المكاتب والشركات اللي فيهم الثقه وممكن انك انت تتواصل معاهم يعني هذول ما في امان هذول ان شاء الله ان شاء الله هو قال في بدايه البرنامج يعني اي شركه عندك لغايه الخمس سنين انزين نعم. انها تكون سيرتها محموده وعارف كل المشاكل اللي طاح فيها وممكن انه يساعدك في عمليه البناء يعطيك العافيه ورغم رغم الاستاذ موجود عندنا بعد في الاستديو الكنترول راح يعطونك اياه يعطيك العافيه طبعا عندنا في البدايه شرخ في السطح من ام محمد بالنسبه للمقاول وعندنا بعد مكاتب الاشراف والاخ يتكلم عن الشركات والثقه فيها اول شيء احنا ابين بان في نوعين من الشروخ في شروخ خطرة وفي شروخ غير خطرة الغير خطرة اللي سماكتها بحوالي الفتحة تصير 2×10 ملليمتر إنزين وهذه تعالج عادي في مواد خصوصية تعبى وبعدين نتقلب عليها نعم. أما الشرخ اللي يزيد في سماكته أكثر من بعد ساعات يوصل أكثر من نص سنتيمتر هذا خاصة إذا مثلا في العمود أو في الأسقف أو حائط مسلح إحنا نخاف بأن الرطوبة تدخل من خلال هذه الفتحة نعم. العميقة وبعدين توصل إلى الحديد بعدين الحديد يتأثر من الرطوبة يحدث صدع كثرة الصدأ يتآكل الحديد من هني المهندس الإنشائي لازم يطلب بإزالة المساح وبعدين الوصول إلى الحديد معاينة الحديد هي سالفة التأكد من هل نوعية الصدأ يعني الحديد متآكل وايد يمكن علاجه
أو يمكن إزالته وتجديده وبعدين يردون المساح وهذا هذه العملية حق الشروخ. يعني محتاجة لمقاول ومساح. أكثر الشروخ تحدث بالبيوت بعملية التريح والظروف الجوية. بس ما نسكت عنها. بعد ساعات المقاول المالك يقول له هذه شروخ، يقول له إيه بعدين عالجها. ماكو شيء اسمه بعدين، لازم تعالج أول بأول. وأخطر الشروخ اللي تحدث في الأعمدة والأسقف. أما السؤال الثاني بالنسبة للإشراف، فعلا كثير من المكاتب الهندسية قاعدين يغالون في عملية وتوه ما نقر يعني القرار، يعني المفروض أن ينطرون شوية يعني قبل لا يرفعون أسعار. لا والله حتى قبل، يعني أنت لا شوف أسعار متفاوتة. يعني هذا ناطر يعني مثلا عنده أرض وقرض حكومي وتروح تعطيه عمل مخطط 5000 أو أكثر، غلط. إنزين أنت المعدل المفروض من 900 دينار إلى 1500 دينار عمل مخطط زائد الإشراف. هذه حق الأرض اللي ب 400 يعني متر طبيعي مربع. إنه يوصل ل 1500. هو قاعد يقول الحين ارفعوهم دبل لل 1600. قاعد اقول لك في ناس انزين، يعني هل قصده الاستشاره بس ب 1600؟ لا مو الاستشاره، عمل المخطط زائد الاشراف. الحين قاموا يطلعون طلعه انزين يقول لك لا المخطط قيمه والاشراف تدفع مثلا 200 دينار على كل شهر. يا اخي ارحموا ما بالارض. نعم اكيد. ليش ما يعني الحكومه تدعم هالموضوع هذا بحيث انها تحدد مكاتب الاشراف وتحدد اسعارها بان ما يتجاوز علشان يخفف على المواطن؟ احنا ما نلقي اللوم على الحكومه. نعم. مو كل شيء نلقي على الحكومه. عندنا اتحاد المكاتب الهندسيه، وين دوركم؟ اتكلموا سووا شيء، راعوا هالناس هالأسعار اللي تينن. يعني مثلا واحد جايني يقول لي أنا مخططي مع الإشراف إنزين قايلي لي 20,000 دينار، قلت له شبقى من 70؟ اي والله شبقى من 70. يعني هذا يعني أنا أتمنى اتحاد المكاتب الهندسية يتدخلون. يا أخوان إذا عندكم مشكلة صارت بينكم وبين مكتب هندسي، روحوا جمعية المهندسين عندكم اتحاد المكاتب الهندسية يحلوا مشاكلكم. أكيد. صارت لكم مشكلة مع المقاول تروحون حق بلدية الكويت الرئيسية اللي بالديرة، لجنة تصنيف المقاولين هناك يقدرون يحلون مشاكلكم ان شاء الله. طبعا يعني المكاتب الهندسيه يا ليت ان انتم تقللون من الاسعار شوي، تحاولون انكم توقفون مع المواطنين. واكيد يعني كلكم يعني كويتيين وعارفين الوضع هنا في الديره، مواد البناء والاراضي كل مالها وبالعالي، المفروض انكم انتم تراعون. واكيد يعني بتربحون سواء خذيت غالي ولا رخيص، اكيد انت ربحان ربحان ماخذ فلوسك. نطلع فاصل نريح مع الاستاذ ونرجع لكم ان شاء الله. كم اتصالات هائل قاعد يردنا اليوم على البرنامج بخصوص موضوع بيت العمر. ويانا محمود في البدايه، تفضل محمود. يا هلا اخوي. يا هلا بك. بس على صوتك، ما عليك امر. الكريم مهندس عبد اللطيف. الله يسلمك. بس على صوتك اخوي محمود. امسي عليك وامسي على ضيفك. الله يسلمك. عبد اللطيف طول عمرك. وابي اسال، انا عندي سؤالين الحقيقه. تفضل. شنو العيوب اللي تظهر في صب القواعد الاساسيه للمنازل؟ يعني اول ما يصب المقاول تحت، انا كمالك بيت لما اجي واشوف هذه القواعد، شنو العيوب اللي انا ممكن الاحظها في هذه القواعد وفي في في النشناجات الارضيه؟ ممتاز. وشلون طريقه علاجها؟ حلو. والاسقف، السؤال الثاني، الاسقف اللي هي النهائيه اللي هي احنا نسميها السطح، السقف النهائي، شنو العيوب اللي ممكن تظهر فيه وشلون العلاج؟ ممتاز، يعطيك العافيه. ويانا محمد. الو.
هلا هلا يبا. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. مساك الله بالخير. مساك الله بنور الكرم. بداية مسي عليك ومسي على الاخوان. الله يسلمك يمسيك بالخير. طيب هذا. الله يسلمك. اول شيء نشيد بالمهندس عبد اللطيف الاستاذ. نعم. لان هالايام او بهالزمن هذا لما تلقى استشاره ومجانيه من واحد يعطيك وقته فهذا شيء يشكر عليه يعني. اكيد اي والله صدقت. العاده الاستشارات لها سعر فهذا نشكره عليه الحمد لله. نعم. اكيد. ويجعله من الحسنات ان شاء الله. الله يسلمك. سؤال مشاركة بعجاله عن سؤالين. السؤال الأولي الآن مهندس يقول إحنا ما نبي كل شيء نحطه على الحكومة. المواطن إحنا في مثل الكويتي قبل يقول لك أول بيت تبيع الثاني تأجر الثالث أسكن فيه. الناس ما عندها هذيك الخبرة وللأسف لما تبني بيتك وتسوي مخططك أنا مريت بهالتجربة هذه أروح البلدية المهندسين اللي هناك في مراكز البلدية المتفرعة بالمحافظات هي مو فاضين لك ذيك اللي يعني مو معطينك ذاك الوقت اللي تبيه أنت. نعم. فليت يعني تنشأ أماكن إن فعلًا اللي قاعدين هناك بس مجرد استشارات يعني على مستوى الصحي والهندسي والمدني وكذا 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 بالنسبة لبيت العمر هذا. نعم. غير عن المراكز البلدية الخاصة هذه نفسها. نعم. السؤال الثاني يمكن هو متعلق بيت العمر ولكن له علاقة بيت العمر. الآن إحنا نعرف إن في الدولة في مشروع الدائري الأول. فدائمًا أمر من هناك فسألت مرة واحد من اشتغل هناك وكان مهندس. أنا أروح مشاريع برا الكويت وأشوف العمدان لما تنصب الحديدية الخرسانية تطلع بطلاء مانع الصدأ لونها أخضر فاتح أصفر تتغير الألوان بس هو قبل لا ينحط كذا مصبوغ ممتاز في ضد الصدأ. الدائر الأول الآن الصبات العمدان الموجودة وطالعة لفوق مو مطلية فسألتها هذه الحين كان بين عليها الصدأ صحيح راح تنصب خرسانة لكن كاير عليها الصدأ الآن بين وانت تعرف الحديد بس قد رطوبه يصدي صحيح فليش ما تطلع اطلاع هذا مانع الصدى اسوه في احنا نشوف مشاريع كبيره برا والله العظيم بالله الكريم قال والله انا ايدي بيدك بس انا مش انا نفذ اللي قدامي يعني قصدك هالماده هذه تستخدم في البيوت وممكن هذا طبعا هذا في البيوت نحط هذه نعم. فانت اذا عندك مشروع حكومي كبير وهذا على مستوى دوله في البيوت هم من كل واحد لا يبخل على بيته والله يعطيك العافيه تحط الشيء هذا نعم. اقدر اسال سؤال هذا ولا اخذت وقت زايد منكم والله اي والله عندنا بعد اتصالات ناطره يعني وقت الاستاذ شيء بسيط جدا تفضل بسرعه هو, نعم. هو يمكن مو هندسي اكثر منه شيء الان البلديه والبيوت اللي قاعد تتسوى نعم. يا ليت في اللي هو نظام الاطفاء في البيوت هذا مهم جدا نعم. لا تغفل يعني انت لما لا تعطيني الترخيص النهائي ما لم يكن في نظام أكيد. اللي هو اللي لا ترخص لازم على بيتك. يكون في سيفتي في البيت لا اكيد لا نعم. ترخص على بيته وتقول انا بوفر صحيح طول عمرك اخوي محمد والله يعطيك العافيه شاكر لك تسلم والله اقتراح جدا مهم اللي قاله محمد وايضا سؤال محمود وقبل لا يعني ناخذ بعد اجابات الاستاذ عندنا عايد الشمري رئيس الجمعيه الكويتيه لذوي الاحتياجات الخاصه عنده مداخله تفضل مسي عليك بالخير مساك الله بالخير مساك الله بالنور والكرامه يا هلا يا هلا طال عمرك الله يسلمك احب احيي المستشار عبد اللطيف الاستاذ الله يحييك وهو ابو هبه يعني ما شاء الله تبارك الرحمن من الناس المتطوعين لخدمه الكويت بلا مقابل نعم وخدمه المعاقين بعد الله يجزاك بالخير استاذ وانا سبق والتقيت معك في المجلس البلدي الله يسلمك طبعا ما اريد ان اطرحه هو عن قضيه او الكتيب الذي قام فيه المستشار عبد اللطيف الاستاذ نعم. مع مجموعه من المتطوعين نعم. هذا الكتاب هو خاص في الانشاءات الهندسيه للمعاقين وللمسنين ايضا صح في نعم. داخل المنزل وخارج المنزل في موقف السياره في المباني العامه في الدوله في شوارع الدوله وهذا جهد جبار امان الله هو اكثر من رائع اقل ما يقال عنه اكثر من رائع شكرا لكن للاسف أن هذا الجهد الجبار لم نجده فعلا من قبل وزارة البلدية أو الأشغال أو غيرها أو حتى وزارة الإسكان في تهيئة هذه المباني بمثل ما جاء في هذا الكتاب اللي أمان الله تفخر فيه الكويت وصنع على يد أبنائها بهذا الشكل لم تقم بتطبيق على أرض الواقع من 2007 لغاية اليوم يعني تقريبا 6 سنوات رأى هذا الكتاب النور من أيادي كويتية مخلصة ومعطاة لهذا البلد نعم. نتمنى أن يتم بما ورد فيه من أشكال هندسية وأن يعمم للناس وأن يوزع على الناس ما في بيت أخوي سالم يخلى من مسن أو معاق صحيح. إذا ما في معاق في مسن نعم. أيضا أكيد. أتمنى نعم. كل الأمنية أن تأخذ الحكومة بهذا الكتاب الرائع من أبناء الكويت الرائعين وتقوم بتعميمه بشكل يعني مباشر على المواطنين وتعمل توعية نعم.
حول ما ورد فيه لجميع المواطنين. كل الشكر لك. وأنا أشكر لكم على هذه إتاحة الفرصة للأستاذ سالم. نعم الله يسلمك. وفرصة سعيدة فيك. أني أيضا كلمت الأستاذ الله يسلمك. الله يسلمك، يعطيك العافية على هالمداخلة الطيبة وشهادة، يعني شهادة فعلا، يعني يمكن تكون مني مجروحة في حقك، ولكن يعني فعلا أنت قاعد تعطي حق الناس، واستشاراتك يعني بلا مقابل تطلع في القنوات وتتكلم وتنصح الناس بخصوص البناي، وهم في ناس لغاية الحين يجهلون أمور كثيرة في موضوع البناء أو بناء بيت العمر. تكلم محمود في البداية عن طريقة الشناجات والقواعد وأيضا نهاية السقف. محمد تكلم في البداية عن موضوع تأسيس الـ عفوا مذكرة، أنا حتى والله راح علي بس رجعت على موضوع التلبيس نفسه حق القواعد، قواعد البناء ليش ما يكون تلبيس الحديد بحيث أنه ما يصدأ في المستقبل. هذه الفكرة أنا يعني حلوة وايد وايد يعني شدتني، وبخصوص يعني الأطفاء والسيفتي هذا شيء فعلا يعني لازم الكل ينتبه له. بخصوص هذا الكتاب احنا نقول لك مشكور ويعطيك العافيه انك انت وفرت حق المعاقين هالشيء هذا. على فكره معظم دول الخليج اخواني اللي بالخليج قاعد يتصلون فيني سامعين عنه وقاعد ارسله بالبريد حقهم. والله يعطيك العافيه، كله في ميزان حسناتك يعني والله. الله يسلمك. هذا الكتاب انا اتفاخر لانه سويته تحت رعايه المجلس البلدي. نعم. والحمد لله يعني اخذ صدى. والله يعطيك العافية. انزين يعني. نتكلم بشكل سريع مو مبسط يعني في الدقائق الأخيرة اللي باقي عندنا عن موضوع محمود وطريقة الشناجات بالنسبة لي عم أخذ الاحتياطات حق. نعم. القواعد والشناجات هذه يعتمد على نوعية الخلطة الخرسانية. انزين. وعمل الاحتياطات الواجبة أثناء الصب والحديد وكل هذا كله تحت استشارة مهندس إنشائي، وهو يقدر يتأكد من قوة هذه الخرسانة والصبات وكل شيء والعمل وتفادي أي مشاكل تحدث مستقبلا. يعني ما يقدر هو يشرف على طريقة الصب بحيث أن هذه الصبة هذا لازم لأن عندك أنت مهندس إشراف. نعم. مهندس الإشراف لازم كل شيء تحت إشرافه. نعم. وبالنسبة حق السقف وتشطيب السقف نفس الشيء، بس إحنا نخاف بأن السطح فوق إنزين يحدث في عملية تركيب العازل. يمكن ينجرح العازل إذا ما كان السطح اللي بيتركب عليه نظيف، وهذا يمكن يجرح العازل تخسر كل هذا. نعم. احنا نخاف من الخرير. بس أي سؤال وكل شيء يقدرون يجوني المجلس البلدي. أكيد. نعم. وأنا تحت خدمتهم يا جماعة. اللي غفلنا عن أي سؤال يعني يمكن محمود يعني يسامحني أني أنا ما دونت المعلومة الأولى أو السؤال الأول ماله علشان يعني يجاوبك عليها، ولكن عبد اللطيف الأستاذ موجود كل أحد وثلاثة من الساعة تسع لساعة واحدة. يستاهلون أهل الكويت. نعم. من الساعة تسع لساعة واحدة موجود عندكم. أنا كنت 11 ونص بس. نعم. أخليها من الساعة تسع. يلا بعد اشتبون يعني رحالكم الوقت. انزين. بالنسبة حق الزوجة وتدرون يعني والكل يدري وعارف بأن مملكة المرأة هو بيتها. نعم. فيعني طريقة اختيار المرأة للمخطط وغيره مهم جدا ويجب أن يستشيرها الرجل. أنت شو تشوف؟ أشوف بأن أنت يا الزوج لازم تأخذ رأي زوجتك، رأي الزوج مع رأي الزوجة. نعم. زين يخلي من المشاكل اللي قاعد نسمعها في البناء. نعم. ينكتب كل شيء بورقة وبعدين تروح المكتب الهندسي. ليش احنا نقول الزوجة؟ الزوجة تعيش داخل المبنى يمكن بنسبة 70% أكثر من الزوج. نعم. زين. وتعرف عن الغرف ومملكتها وين هي اللي تحب أكثر شيء المطبخ. نعم. وتعرف الغرف وكل شيء أخذ رأيها. أكثر الأزواج زين يتفاخر لما نقعد بالديوانية وهو فكرة يأخذون أفكار من حق التكسية الخارجية شكل البيت هذا يتفنن فيها الزوج. ليش؟ حق يقعد بالديوانية يقول أبو أحمد ترى بيتك حلو زين، بس أبو أحمد سأله كم غرفة ببيته ما يعرف
صح؟ أكثرهم الأزواج لو تسألهم ما يعرفون كم قرفة بيكشخ بالواجهة الخارجية بس يكشخ بالواجهة. نعم. الزوجة لها دور مهم، وفي ناس يقولي والله فتحت لنا بيبان، الزوجة حتقعد حق عيالها. قلت له والله الزوجة عايشة داخل البيت أكثر منك. أي صح، يمكن يعني مشاغل الزوجة الحين أو المرأة الحين عاملة، فيمكن يفكرون أن هي راح تكون برا البيت أكثر. أخوي سالم أكثر اللي يوني بالمجلس البلدي. نعم. إنزين الزوجات. إيه أكيد الحريم بعد هذا، هذا مكانها وهذا مثل بيتها. مثل واحدة تقول لي والله زوجي كمل نومته. قال لها إيش قال لها؟ قال لها روح حق مهندس عبد اللطيف فيه الخير والبركة. زوج وزوجته. نعم. قاعدين. زين الزوجة يعني ايش كثر الأسئلة سألتني. أيه. أقول حق الزوج ما عندك أي سؤال؟ يقول لا هي وفت وكفت. والله يعطيك العافية. وأنت وفيت وكفيت والله يا أبو هبة، ويعطيك العافية يعني على هالإجابات ووقتك ورحابة صدرك. خذينا يعني أسئلة كثيرة في الإعداد في أكثر من هذه الأسئلة، وكنا نبي ناخذ منك أكثر ونستفيد يعني صراحة. ولكن الناس إن شاء الله راح يتواصلون وياك في المجلس البلدي. المستشار الهندسي عبد اللطيف الأستاذ، كل الشكر لك. أهلا وسهلا، يعطيك العافية يعني على رحابة صدرك، ويعطيك العافية يعني على هذه الاستشارات الهندسية. اللي يبي يتواصل وياه مثل ما قلنا يا جماعة كل أحد وثلاثة موجود الأستاذ عبد اللطيف الأستاذ، وموجود رغمة في الريسبشن اللي حاب إنه يتواصل معه. فاصل ياخذنا منكم، وراح نرجع مع فقرة الأطفاء الأسبوعية وموضوع جديد خاص برجال الأطفاء. مع فقرة الأطفاء ورجال الأطفاء الأبطال يعني في الفترة الأخيرة أو في الآونة الفترة اللي طافت يعني تصوبوا يعني أحد رجال الأطفاء، ونقول لهم ما تشوفون شر إن شاء الله وعسى الله يقومكم بالسلامة. كنا حابين نحن نغطي الموضوع ولكن ما أسعفنا الوقت علشان نغطيه في الكامل، وإن شاء الله عسى الله يقوم الحالة اللي موجودة في العناية المركزة، وأتوقع يعني في استقرار هذه الحالة ويقومهم بالسلامة إن شاء الله. عندنا حادث في سرداب في أحد العمارات في مواقف سيارات في حولي، غطوا رجال الإطفاء. خلينا نشوفه في هذا التقرير، وأنا أقول لكم مع ألف سلامة. حياكم الله مشاهدينا الكرام، معكم النقيب عمار الحبيل من الإدارة العامة للإطفاء. اليوم نبي نتكلم عن الحريق اللي صار في منطقة حولي، هو عبارة عن حريق سرداب في سيارات. نقول عدد السيارات أكثر من 120 سيارة، خمس عماير، الأشخاص اللي موجودين أكثر من 300 شخص تم إنقاذهم. كان الحريق مو عادي. قابلنا المسؤولين في الإطفاء، شوفوا شنو الحريق وشوفوا شنو قالوا عن هذا الحريق. ورد بلاغ إلى غرفة العمليات بالساعة 2:49 من فجر يوم الجمعة بنشوب حريق في موقف سرداب إحدى المجمعات السكنية بمنطقة حولي شارع المثنى. وكان السرداب يحتوي على أكثر من 120 سيارة. بجهود خمس مراكز أطفاء هرعت إلى مكان الحادث، تم السيطرة بسرعة على الحريق أنه لا يمتد إلى باقي السيارات في السرداب، حيث امتد الحريق على خمس سيارات فقط. الحمد لله بكفاءة رجال الإطفاء وسرعة وصولهم إلى موقع الحادث وتعاملهم مع الحادث بشكل سريع وسليم، أدى إلى منع وقوع كارثة في منطقة حيوية في منطقة حولي لمجموعة من العمارات تمثل مجمع بسرداب بمساحة أكثر من 5000 متر مربع. ويعني نثني على تضافر جهود وزارة الداخلية
ووزارة الصحة في تغطية الحادث أيضا، ونشكر زملائنا رجال إطفاء والمراكز اللي شاركت في سرعة إنهاء الحريق وسلامة السكان، والحمد لله على سلامة الجميع. من بعض المواقع اللي تابعة للحريق، احنا الان طبعا مثل ما تشوفون قدامكم ما احنا في جراج خارجي ولا في منطقة صناعية، احنا للأسف متواجدين حاليا في سرداب السيارات اللي تابع للمجمع السكني. اكتشفنا بعد الحادث ان السرداب يحتوي على ورشة تصليح سيارات. الورشة هذه تحتوي على جميع المعدات الخطرة، من مضخات، من سلندرات أكسجين. السلندرات هذه تعتبر خطرة جدا في الحرائق طبعا. وللأسف صاحب الجراج ما انتهى أو ما أسكر جراجه بعد الكارثة اللي صارت في المجمع. عندما استعلم أن وجود رجال الإطفاء حاليا وإحنا نصور الموقع، ترك مكاينة شغالة داخل الجراج مثل ما تشوفون، بالإضافة إلى أنه تم قام بإغلاق الجراج بقفل، والمعدات كلها موجودة مثل ما تشوفون. إذا تقدرون تشوفون بعض المعدات الموجودة، طبعا هذه من الأخطار اللي تسبب كارثة كبيرة بالحوادث اللي داخل السكن الخاص. طبعا هو السكن الخاص المفروض نهائيا ما يوجد في تخزين بالسراديب او ورشات صيانه واصلاح نفس ما نشوفها بالموقع الحادث. طبعا نحمد الله ان ما حدثت كارثه، وان الحريق ما وصل الى الورشه هذه، ونتمنى من الجهات المختصه تقوم بدورها لمتابعة المشاكل هذه ومتابعة المخالفات الموجودة سواء في المجمع السكني هذا أو في جميع المجمعات السكنية، وذلك طبعا للحفاظ على سلامة الأهالي والموجودين في هذه المناطق السكنية. تم السيطرة على الحادث في أسرع وقت قياسي بدون إصابات. لو مو مسيطرين عليه كان صار شنو كارثة سكنية. بالنسبة لمحتوى المركبات اللي داخل تقريبا يراوح من 80 إلى 120 سيارة، يعني عدد هائل من السيارات. والحمد لله اقتصرت على الحريق على 5 سيارات وسيطرنا على الحادث بأسرع وقت. عرفنا من أهل الرضيعة أن في رضيعة فوق الشقة، فصعدنا لها من السلم الخارجي أن كان في دخان كثيف، فمن مركز الإنقاذ الفني فصعدنا فرقة كاملة حق الشقة وطلعنا رضيعة من السلم الخارجي. أكثر الناس اللي أنقذناهم أطفال وكبار بالسن وذي احتياجات خاصة. أول ما وصلنا موقع الحريق تبين الحريق مو بس بمركبة واحدة، بأكثر من مركبة، وكانت سيارات بسرداب مركونة يعني، وسرداب مساحته تقريبا 5000 متر مربع، وفي يعني وفي عماير تقريبا 6 عمارات إنزين، وفيها أكثر من 300 شخص. وكان الحريق يعني كان بوقت غير مناسب، كان الفجر فجر الجمعة إنزين، ومن ما واجهنا يعني صعوبة في الإخلاء بالعمارة، والحمد لله لكن بفضل الله وبفضل رجال الإطفاء قدرنا نكافح الحريق. المكان كان سرداب وكان أكثر من سيارة ودخان كثيف، يعني رؤية شبه معدومة وحرارة، وطبعا صعب تقدر تقول وصول الماي زين حق النار، بس الحمد لله فضل الشباب وقدرنا نوصل والحمد لله يعني طفينا. بس يعني لو كانت المغشات مشتغلة يمكن كانت تساعدنا وكان الوضع تغير.
عند وصول الفرقة شفنا دخان كثيف يطلع من المباني، طبعا على أثرها نزلوا الشباب وقاموا بالإخلاء. عارف أنت أن الوقت كان الفجر وأغلب الناس والسكان نايمة، فتواجه صعوبة أن في بيبان مقفلة، خصوصا أنت كنت مو مبنى واحد، خمس بماني، فتحصل الكبار في السن وذوي احتياجات خاصة والأطفال. فالحمد لله الربع قاموا بشغلهم على أحسن وجه. أكثر شيء حاقنا عاقات في السلالم يعني تكدس الأغراض وايد، كان يعني أغراض مثل ألعاب كراتين. وين حصلتوا الأغراض؟ لا بالدري، وقت اللي تنزل الأشخاص ما تقدر، هذه عاقات تصادفك الحوار. يعني الدري كان عبارة عن مخزن؟ مخزن بس يعني صعب عليك أنك تنزل الأشخاص، هذه الإعاقة وايد تعبنا منها. شفت الحريق اللي صار وشفت المشاكل اللي صارت في الحريق، نتمنى من الجمهور نقول عدم التكدس وقت الحريق واتباع شروط الأمن والسلامة ليوقيهم من أي حريق. هذه كانت فقرتنا هالأسبوع، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع الجاي فقرة جديدة.